اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. قبل ما نبدأ الفيديو حاب اعرفكم ان انا في عندي قناة تانية للالعاب اسمها قناة تفجير وتدمير، هتلاقي اللينك في الوصف يا جميل. اشترك وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في الحقيقة جماعة انا مبسوط قوي ان انا وصلت 35000 مشترك وقربنا نخش على 36000 كمان، دي خطوة كويسة جدا. انا فرحان قوي يا جماعة ان التفاعل على القناة هنا احسن بكتير جدا من قناة الالعاب، ودي حاجة بتحفزني ان اعمل الفيديوهات. يعني انا بصراحة كنت غلطان لما كنت بعمل فيديوهات على قناة الكوميديا كل فين وفين، لو كنت بعمل فيديو في الشهر، فيديو كل 3 اسابيع، كنت بجد مهمل جدا في القناة مع ان القناة دي التفاعل ليها احسن كتير، فانا معرفش ازاي كنت بعمل كده الصراحة. عامة انا لما بدأت ادرك الموضوع ده بدأت اهتم بالقناة دي اكتر من قناة الالعاب، بس طبعا يعني برضو ما بنشرش عليها فيديوهات كتير قوي عشان يعني ايه، انا بتبع سياسة مختلفة في القناة هنا زي ما قلت لكم عشان الفيديو ياخد راحته بقى في الوصول للاشعار، وطالما القناة اوريدي التفاعل عليها كويس مش محتاج ان اقعد اعمل فيديوهات كتير بقى بال5 فيديوهات في اليوم والكلام ده، لا انا بعمل الكلام ده في قناة الالعاب عشان التفاعل عليها ميت، فعشان اجيب مشاهدات حلوة خلال اليوم يعني وكده. نفسي يا جماعة تساعدوني بقى وتشيروا القناة وتشيروا الفيديوهات بتاعتي على الفيس عندكم، يعني تشيروها لاصحابكم وكده، عشان نفسي بقى نوصل كمرحلة اولى ل50000، عشان منها نوصل ل100000 وبعد كده المليون. انا اعتقد يا جماعة ان قناة الكوميديا ممكن توصل للمليون اسرع بكتير من قناة الالعاب، ان شاء الله انا متفائل خير بالنسبه للقناه ديت. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تساعدني ان اطور المحتوى بتاعي عشان القناه بتاعتي تكبر اسرع واسرع، وعشان تقدر تشوف فيديوهاتي الجايه لازم تعمل اشتراك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.